يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. عايز اقول لحضراتكم في فتره من فترات تاريخ مصر المعاصر خدتني الجلاله وقلت ايه اروح الجيم بقى حتى للتاريخ عشان اقول مثلا ده انا كنت في الجيم، انا امبارح كنت في الجيم كده يعني. فاول شخص قابلته وانا هناك كان كابتن محمود فوكس، هذا الرجل المحترم والكابتن الجميل، وهو مدير جيم الرجال في النادي الاهلي. اول ما شفته ما كناش لسه نعرف بعض شخصيا، كنت لابس تيشيرت كده وجيت شدد له التراي وقلت له بص يا كابتن اظن فورمه غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. فالراجل عشان محترم ومهذب ما رضيش يكبسني ولا يكسفني، قال لي جميل هنبني على ده بقى لو انت انتظمت معانا، وانتظمت وما حصلش اي حاجه الا بطلع لي كيس دهني يا كابتن محمود. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. سعداء جدا اول مره تنورنا، ينفع كده؟ صباح الخير يا كريم. صباح الخير لجميع اهل العظام. صباح الخير لجميع اعضاء النادي الاهلي. طبعا انا بتشرف قبل اي حاجه ان انا معاك النهارده، بجد فرصه عظيمه ليا واضافه ليا كتير. انا اللي بتشرف. وبجد انا في اليوم ده فعلا انا فاكره كويس قوي، اليوم اللي انا قابلتك فيه في الجيم فعلا. واتبسطت إن فعلا اعلاميين مصر فعلا الجانب الرياضي او جانب الجيم عموما مهم ليهم، لان ده بيأثر على الثقه بالنفس وبيأثر على الحضور قدام الكاميرا وبيأثر على اللايف ستايل عموما، بتبقى انت حتى في شغلك اكتيفيتي اكتر. صحيح. فبجد فعلا انا كنت من الناس المحظوظين ان انا قابلتك اليوم دوت. ربنا يخليك. انا عجبني جدا ثباتك الانفعالي اللي هو بصيت لي من جواك بصت ويخلق ما لا تعلمون، بس ما رضيتش تحبني. لا ولا متابعك من زمان طبعا، وكنت حاسس ان انت يجي منك، بس الحمد لله ربنا عشاء يعني ان احنا نتقابل في الوقت دوت. وكانت اضافه ليا الحمد لله. وفعلا انا من المكان دوت بدعو جميع الناس بالذات الاعلاميين، زي ما كنت بقول من شويه ان مجال الجيم عموما بقى، انت معايا مستر كريم طبعا، ان هو بقى جزء لا يتجزا من حياتنا المعاصره دلوقتي. طبعا. زيها زي الاكل والشرب ومفاتيح العربيه والبيت بقى الجيم، اشتراك الجيم. عشان كده بقى احنا بنتكلم النهارده على اهميه ممارسه التمرينات الرياضيه حتى البسيطه منها، سواء في جيم او في غير الجيم. طبعا لاي درجه الموضوع ده مهم؟ طبعا. خليني اقول لك بس حاجه الاول، هو كانت فكره الجيم زمان كانت فكره بسيطه جدا، بتتلخص ان واحد بيروح الجيم عشان خاطر بس ان هو يبقى البايسبس البنج الكلام دوت. دلوقتي الموضوع تطور لصوره بقى لايف ستايل، ان انا بحافظ على شكلي، بحافظ على حضوري، بحافظ على شكلي وطريقه لبسي، بحافظ على شكل جسمي. احنا لسه كنا بنتكلم في الاعداد من شويه ان احنا الانسان دلوقتي بيوصل لسن 60 بره طبعا مش هنا، بيوصل لسن 60 سنه وما بيبانش عليه السن. ده مش بسبب اكله بس، لان طبعا هيلثي طبعا فود ده مهم جدا، لا ده بسبب ان هم عندهم الحياه الجيم في الشارع. يعني هو ممكن ياخد البريك فاست بتاعه مثلا الساعه 7 او 8 الصبح وبينزل يجري نص ساعه في الشارع، ده بالنسبه له هو كده عمل الجيم بتاعه. فده بالنسبه لنا احنا ابتدينا نطبقه هنا بقالنا بتاع 10 15 سنه، والحمد لله بقينا حاضرين على المستوى العالمي، بقينا موجودين بقوه في الموضوع دوت. والحمد لله بيج رامي من كام اسبوع اسعدنا وخد البطوله، بقى ده مثال للشباب ان هو يبدا يخلي الشاب ينزل يمرن نفسه في الجيم حتى في البيت. يعني احنا حتى في البيت عندنا بنقول يا جماعه احنا ممكن ناخد التمارين البسيطه اللي تفيدنا في البيت قبل ما ننزل الشغل، للناس اللي عندها شغل واعمال ما بتقدرش تنزل الجيم في مواعيدها. فاحنا ممكن ما عندهاش القدره الماديه على الاشتراك في جيمات خاصه بتبقى تكلفتها عاليه. الموضوع ده مبقاش صعب خالص دلوقتي، احنا باقل الامكانيات ممكن في البيت نعمل تمارين وممكن نحافظ من خلالها على شكل جسمي، شكل اسلوبي في الحياه. فده بالنسبه لنا بقينا حتى نوديه في القنوات بتاعتنا في البرامج بتاعتنا في الجيم، ان يا جماعه مش الجيم بس اللي موجود عشان خاطر الناس ما بياخدوش ان هو يعني مثلا بتتحجج انا مش قادر اجي الجيم، لا انت ممكن في بيتك تصحى الصبح تعمل تمارين معينه بسيطه جدا باقل الامكانيات، هتفيدك، هتفيد صحتك، هتخليك تنزل الشغل الصبح فايق رايق، هتدي انتاج احسن من الاول بكتير، ومش محتاجه اوزان او لا خالص، مجرد تمارين اقدر اعملها في البيت اللي هو غير مجهز خالص. يا جماعه موضوع الاوزان مش مهم جدا، حتى يمكن اخر الابحاث قالت يا جماعه احنا مش شرط اوزان، مش شرط ان احنا نشيل اثقال، لا بالعكس احنا ممكن باقل اوزان وباكتر ريبيتيشن او باكتر اعداد ان احنا ممكن اعداد احنا ممكن نعمل فورمه وممكن نعمل جسم يبقى جسمنا مشدود
نازل بستقبل يومي بكل فرحه وانبساط وسعاده، اللي انا لعبت الرياضه بتاعتي، نازل مستقبل يوم وبقى في تفاؤل كمان في اليوم، فده بيأثر على الجسم. جميل. احنا طبعا انا شايف ان انت مشكورا جبت معاك المات عشان في الوقت اللي تختاره نتعرف من خلال اللي انت هتوريه لنا على اهم التمارين اللي الواحد الشخص العادي الغير رياضي يقدر يعملها في البيت، العضلات الاهم او المناطق الاهم. وعايزك كابتن فوكس بعد اذنك حط في اعتبارك الاتي من ضمن القواسم المشتركة بين كتير جدا من الناس: رقم واحد الكرش، رقم اثنين القعدة سواء السواقة لفترات زمنية طويلة أو القعدة قدام أجهزة الكمبيوتر أو الموبايلات نتج عنها كل بقى اللغوصة اللي ممكن تتخيلها في الجزء الأعلى من الظهر والرقبة، ما بين راوند شولدرز، ما بين هانش باك في بعض الأحيان، الرقبة اللي بتبقى مرمية لقدام دي برضو عايزين نعرف لها تمارين يعني تساعد على استعدال البوستشر بتاع الجسم. صح، عندك حق فعلا كريم، هي دي معظم البينز او معظم المشاكل اللي بيواجهها الرجاله والسيدات العاملين بمعنى اصح. وللاسف في الفتره الاخيره كنا بنشوفها كمان على معظم الشباب اللي لسه سنهم صغير، وبيبقى في معظم اللعيبه عندهم راوند شولدر للاسف. فاحنا كنا بنشتغل تمارين بسيطه في الجيم وممكن نعملها في البيت وهنشوفها دلوقتي مع بعض. منطقه الكرش زي ما حضرتك بتقول، منطقه الراوند شولدر لو كتف الخلفي بسبب قعده العربيه، بسبب قعده المكاتب، ففي فعلا تمارين بسيطه جدا ممكن نعملها في البيت وفي نفس الوقت هتفيدنا بطريقه او باسلوب احسن، ان احنا ممكن تكون قعدتنا بشكل سليم. فاجئ ظهري زي ما انا قاعد دلوقتي مثلا، هتلاقي مثلا كرشك اللي ممكن يخليك انت حتى وصل لمرحله ما تقدرش تاخد نفسك وانت قاعد، فده يخلي التنفس احسن. فهو بيبقى اسلوب حياه، القعده بتاعتك تبقى صحيحه حتى لو انت قاعد ما خدتش بالك، لا اقوم انتبه لنفسي اقعد صح. بلس على كده التمارين اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي احنا هنشوفه ده بالزبط. اي شخص يقدر يعمله، اي شخص من الطفوله، الشباب ما بعد ال 35 سنه. مش بس اقصد المراحل السنيه المختلفه قد ما اقصد ان اللي وزنه زياده قوي، عادي وزنه جدا، قليل قوي، اللي عنده مشاكل في الفقرات القطنيه، مفيش مشكله يعني. طول ما احنا يعني بنعملها اي حد يقدر يعمل، طول ما احنا بنعملها بالسيفتي بوزيشن اللي هو الطريقه الامنه والستايل المظبوط، مفيش اي خطوره عليه. ما تدينا فكره بشكل عملي. يلا بينا. الهي يسعدك. يلا بينا. هتبتدي بيه يا كابتن محمود؟ والله انا اول حاجه طبعا اي تمارين في الدنيا سبيشالي يعني التمارين اللي احنا نعملها دي لازم اعمل ورم اب قبليها. ورم اب اللي احنا بنعمل تسخين للجهاز الدوري التنفسي، لان هو ده اللي بدوره بيضخ الدم. ولو ده ما اتعملش ممكن ينتج عنه اصابه. بالظبط بالظبط، برافو عليك. وده طبعا هيخليني ما اعملش اداء بالصوره المظبوطه، هتعب بسرعه بمعنى اصح. ابسط بس الساده المشاهدين، انا بعمل كده تسخين لان اخلي ضربات الهارت ريت بتاعي او معدل ضربات القلب بتاعي بيزيد، فلما يزيد بيضخ دم للعضلات بصوره احسن، فبتخلي ادائك العضلي يكون بصوره افضل. زي الفل. هنعمل تمارين مع بعض كده. احنا نعمل كل ستايل او كل بوزيشن مع بعض يا جماعه، هيبقى لمده 20 عده او 20 ثانيه. تمام. هعمل اول جامبنج كده على مشط رجلي خفيف، وبعد في سر طبعا مكاني من 1 ل 20 عده. تمام. اخلص ال 20 عده اوكي، ابدا اعمل جري اسرع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اعمل بعد كده جامب جاز 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده ابدا اعمل وضع البوش اب اللي هو الضغط، واخد رجلي يمين وبعد كده رجلي شمال 2 3 4 5 6. كل ده يا جماعه انا بعمل احماء لكل العضلات بتاعتي عشان ابدا اشتغل بعد كده بالويت بدون اي اصابات. اوكي. بعد كده اعمل رباعي او بيربز 10 عدات بس. الرباعي يا جماعه مسته ان جميع عضلات الجسم شغاله معايا، من اول قلب، رجلين، الابس، اللور باك، شيست، ضهر، شولدر، كل ده شغال معايا. اعمل 10 عدات. خلاص ال 10 عدات ده في اطار التسخين لسه. بالظبط، انا كده جسمي ستاند باي مستعد ان انا اعمل اي تمارين عضلي عليه. حلو. نبدا اول حاجه، بمناسبه انت بتتكلم على كرش يا كريم، احنا نبدا اول حاجه نتكلم على عضلات الابس. تمام. عضلات الابس سهله جدا، الناس بس هي اللي بتصعبها عليها. ازاي؟ ان معظم الناس وهي شغاله، تعال نتكلم واحنا شغالين، معظم الناس
وهي شغاله. وطبعا الاسئله دي بنسالها في الجيم كتير. معظم الناس وهي شغاله تسالني كابتن محمود اطلع بجسمي كله ولا اطلع بصدري بس؟ طيب بصوا يا جماعه مبدئيا كده، لما بطلع بصدري كله بشغل معاك كمان اللور باك، وده غلط. يعني لو في حاجه ان سيفتي او عندك مشكله في ظهرك انت نو واي اللي انت هتطلع بصدرك كله. فالامان والعضلات العامله بتبقى البطن بس، اطلع بصدري بس. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. معلومه ليكم يا جماعه بسيطه كده، مفيش حاجه اسمها تمرين بطن علوي وتمرين بطن سفلي. تمرين الكرانش دوت بيشغل جميع عضلات البطن، عشان بس يبقى احنا عارفين ان تبقى حزمه رياضيه منشا واندغام بتشتغل في جميع اتجاهات في التمرين دوت اللي هو تمرين الكرانش. طيب ناخد بوزيشن تاني للبطن، بطن رجليا عشان اعمل سيفتي للور باك اللي هي القطنيه، واجي على بطني وانزل والمس كعب رجلي على الارض. 2 3 9 10 1 2 3. انا تنيت رجلي يا جماعه عشان افصل اللور باك اللي هي القطنيه عشان ما لطش عليها وتوجعني، واشغل بس تمارين البطن او عضله البطن. اوكي كده انا شغلت يا كريم معظم اجزاء البطن من فوق لتحت. اوكي طبعا. ناخد تاني تمرين لراوند شولدر اللي انت حضرتك كنت بتتكلم عليه. اه بالظبط، وعايز اقول لك بس كويس ان انت بتوضح كمان التفصيله بتاعت الوضعيات الخاطئه اللي بالظبط. ما هو ده اللي يهمني طبعا، ده اللي يهمني قبل التمرين، لان في غلطات عامه كده دارجه بين اغلبنا، وده اللي احنا بنواجهه في الجيم، ان احنا دايما عينا على الناس اللي بتتمرن، لان انت المدرب دلوقتي بقى عامل زي الدكتور. اه طبعا الدكتور طبعا. في العياده بقى المدرب في الجيم، هما الاثنين بيكملوا بعض صحيح. لان احنا الاثنين هدفنا حاجه واحده بس، سلامه الانسان او سلامه اللاعب تحت ايدينا. صحيح. في لو انت عند في البيت يعني لو في استك او لو ما فيش استك برضه هقول لك تعملها ازاي، حتى بازاز الميه. ايديا ثابته على الطرف ده كده. برجع لورا. برجع لورا. برجع لورا. لو القمه كده جايباني فرد ظهري طبعا. انا بحاول اعمل تقويه للايه؟ للجيل دلتويد اللي هو الكتف الخلفي. اعمل الناحيه الثانيه عشان القمه تجيبني احسن. فاتح رجلي بمستوى كتفي عشان يبقى فيه بالانس. شادد بطني، شادد ظهري، ظهري مفرود، وامسك طرف الاستك وارجع لورا على قد ما اقدر. مش لازم يا جماعه ارجع لورا ارجع لورا خالص، لا خالص. على المدى بتاعي او بتاع العضله، لان كل واحد ليه مدى معين. وعدد معين من المرات بالظبط. بعمل 15 عده يمين وشمال. تمام اهو انا كده باص قدامي، انا كده بعمل تقويه لعضلات راوند شولدر اللي هو الجلد التويد اللي هو كتف الخلفي. اوكي في تمرين تاني واحنا واقفين، واحنا واقفين كده بمسك الاثنين مع بعض وارجع لورا. طيب مش عندي الاستك اعمل ايه؟ بجيب ازازتين ميه من الثلاجه وليكن دول ازازتين الميه. اوكي بقف نفس الوقفه واعمل ريل دلتويد بالضم. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. اهم حاجه يا جماعه ببقى واقف سوفت ني، يعني سوفت ني تاني ركبتي سنه وظهري مفرود، دي اهم وضعيه سيفتي للتمرين ده. اوكي طيب انا كوتش واحد، انا ولا بعرف امسك دمبل ولا بعرف اعمل استك مثلا، وانا انسان بسيط عندي كرش وعندي مشاكل وجسمي فيه ترهلات وباخد نفسي بالعافيه، طب اعمل التمرين ده ازاي؟ هنستخدم التمرين ده يا كريم بدون وزن خالص. هنام على وشي. حلو. واطلع لورا ثانيتين وانزل، وايديا معايا زي ما انت شايف معايا يا كريم. طب وده ظهر بقى في الحاله دي اللي بيشتغل ولا برضه انا كده بشغل الجلد التويد
اوكي اللي هي العضله المستهدفه، وبشغل معاه كمان القطنيه للناس اللي انت كنت بتقولي بيقعدوا على العربيات والمكتب طبعًا. وعندهم تحس ان هو ترهلات في العضله دي اللي هي عضله القطنيه. اجهز سنتين وانسي. يبقى انا كده شغلت عضلتين في تمرين واحد، عضله البيلو تويدر اللي هو الكتف الخلفي وعضله القطنيه. اهم حاجه معاه اثبت السنتين، لان في السنتين اللي انا ثابت فيهم دول انا بضخ دم العضله، لان العضله بتاعتي بتبقى في حاله فليكشن. وكلها لغايه دلوقتي تمارين ممكن رجال او سيدات يعملوا بالظبط، اي حد يمارسه صغير كبير رجال سيدات وما لهاش متطلبات، ما عندوش مشكله لانها بتبقى سيفتي كلها. تمام جميل. احنا كده عملنا جلد التويد، عملنا الابس، هنستخدم تمارين للقطنيه للناس برضو اللي عندها تمارين تاني، للناس اللي عندها مشاكل في القطنيه اللي هي ضعف القطنيه، والناس يبقى عندهم غضروف مثلا في بالظبط في الرابعه والخامسه اللي هي القطنيه العنقيه الوسطيه. فده ممكن الدكتور بيقول له ما تشيلش اوزان، تلعب تمارين في البيت. فاحنا برضو بدورنا نحزن معاه فوق التمارين اللي ممكن نعملها في البيت. جميل. بيطلع ايديا اليمين مع رجلي الشمال، واحد طبعا ايديا يا جماعه مفروده ورجلي مفروده. اوكي هنعمل 15 عده يمين ونعكس بعد ما نخلصهم ايديا الشمال مع رجلي اليمين. واثبت السنتين بتوعي. طيب التمرين الثاني اطلع بس بايديا واخلي رجلين ثابته على الارض. واحد اثنين ثلاثة. التمرين ده يا جماعه برضو على عضله القطنيه. الناس اللي عندهم مشاكل وما يعرفوش يشتغلوا تمرين قطنيه عشان عندهم مثلا لا قدر الله غضروف. طيب واللي بيعمل التمرين ده وحاسس بألم في الفقره القطنيه، الوجع ده معناه ان العضله بتشتغل تمام؟ بيحس بألم في العضله مش اي مشكله، لان ده ألم طبيعي بينتج عن ان هو في انسجه عضليه بتتقطع فبينتج عنها تعب اللي انت بتحس بيه ساعه التمرين. تمام. لكن لو انا حسيت لا قدر الله، يعني قصدي اقول لك مش مؤشر وحش، ده بالعكس معناه ان القطنيه شغاله. البين ده ما هو في مثل كده اجنبي كنا بنسمع عنه يقول لك نو بين نو جين. طبعا. ان هو لو انت ما حسيتش الم في العضله يبقى انت كده يبقى العضله ما اشتغلتش كويس. بالظبط. ومش شرط برضه، لان انت ممكن تشغل صح بس الوزن انت شغال بيه او الثقل ده الناس الادفانس بقى خايف عليك، فانت كده مدي العضله مقاومه اقل منها. أوكي. لازم تديها مقاومه الناس الادفانس طبعا. الناس اللي هم عندهم مشاكل احنا زي ما احنا شغالين بدون اوزان. زي الفل. طيب احنا كده اشتغلنا قطنيه جلد التويد ابس، برضه عضله الرجلين اللي هي مهمه جدا جدا. طيب انا عايز بس اقول ملخص لتمرين الرجلين او اهميه عضله الرجلين للناس يا جماعه اللي مش بتدخل تمرين الرجلين في الجدول بتاعها. ناس كتير بقابلها بتقول لك يا كابتن انا بلعب من فوق بس ما بعرفش من تحت. غلط. ليه؟ لان قاعده عامه كده انت مش هتبني فوق الا لما تشتغل تحت. طب ليه يا كابتن اسر؟ ده اللي تحت هو اللي بيشيل اللي فوق. هو هرمون التستوستيرون، جميع العلماء اجمعوا ان هرمون التستوستيرون بينشا من العضله تحت من الرجلين. تمرين الرجلين طبعا بيفرز هرمون التستوستيرون بغزاره. فانا لما بلعبها انا بعزز تحفيز هرمون التستوستيرون. تمام. ومن من اكبر التمارين دي هرمون سوري من اكبر التمارين دي تمارين السكوات. تمرين السكوات طبعا مشهور معروف طبعا. وهناخد الانسان العادي يشتغلوا ازاي واللي عنده مشكله في ظهره هيشتغلوا ازاي. طيب انا مثلا انسان عادي ما عنديش اي مشاكل وشاب عايز مثلا اشتغل في او انا راجل او ست عايز اشتغل في البيت قبل ما انزل اروح الشغل ما عنديش ميعاد اروح الجيم. طيب هشتغل كده، همسك الدمبل زي ما ماسكه كده او كده او حسب ما انا عايز امسكه بنزل. اهم حاجه بس اخلي بالي من البوزيشن اللي بتكلم فيه. اول حاجه بسم الله الرحمن الركبتي وانا فاجد رجلي ما فردش ركبتي قوي، تبقى سوفت زي ما انتوا واخدين بالكم كده على شكل ركبتي. بنزل اللي بص على منظر رجلي انا بشرح بالبوزيشن. ركبتي زاويه 90 الجلوتس لورا عشان ركبتي ما تسبقش رجلي بالوضع ده كده. وانزل هتحس بيها امتى؟ لو انت حسيت انت بتدفع او البوش بتاعتك من الكعب. اول ما انت لقيت نفسك بتزق من الكعب يبقى انت كده شغال صح. اذا انا ببعد اي حاجه عن مشط رجلي، لان لو انا نزلت على مشط رجلي هيسمع فين؟ هيسمع في ركبتي وده غلط. مظبوط. زي ما انا شغال كده ده بيشغل الجلوتس بيشغل الكوادريسبس بيشغل الهامسترينج. طيب تمرين تاني لانجز، ده مهم جدا للناس اللي برضه عايزه تقوي عضلات الرجلين في البيت. اذا ستين ميه زي ما انا شغال كده بطلع خطوه قدام نفس الفكره بتاعت الجلوتس اللي هي السكوات هي برضه هستخدمها في اللانجز ان انا ركبتي ما تسبقش القدم والدفع يبقى من عند الكوع من عند الكعب زي ما انا شغال كده بالظبط.
طيب الناس بقى يا كريم اللي عندها مشاكل في ظهرها يعملوا ايه بقى في البيت؟ يشتغلوا ازاي؟ انا عندي حيطه تمام، وليكن مثلا ورايا حيطه، اوكي، هعمل حاجه اسمها وول سيت. وول سيت دي يعني ايه؟ بس ده على الحيطه، انا كده سايد على الحيطه بالظبط، حيطه في ظهري سايد على الحيطه اثبت، بس اهم حاجه انزل زاويه ايه؟ 90 واثبت على الحيطه. ده التمرين اللي هعمله. تمرين اسمه ستاتيك. ستاتيك يعني ثبات. ثبات يعني ايه؟ يعني بقوي العضله عن طريق الثبات، لان اي حركه وانا عندي مشاكل في ظهري بتبقى غلط. وطبعا طبعا الدكاتره عارفين الكلام ده، ولا ساعات كتير بتضطر لصاحب المشكله ان هو يبقى ظهره متني. بالظبط، لسه كنا بنتكلم في المشكله دي من كام يوم، قلنا يا جماعه الناس اللي عندها مشاكل في ظهرها، حتى كنت منزل فيديو، يعملوا تمرين وول سيت او ليج بريس وانت قاعد. اوكي، وانت واقف لا. اوكي، اللي بشرط الطبيب ايه الحاله بتاعتك بالظبط في ظهرك، انهي وصلت لانهي مستوى. طب التمرين الاخراني اللي انت قلت هنسند فيه الظهر في حاله لو انا عندي مشكله في ظهري، الثبات فيه بيبقى لمده قد ايه، والتكرارات بتكون كم مره؟ اقول لك انا بالنسبه لو انا انسان سليم مثلا، مش انسان سليم، بالنسبه لو انا حاضر بتمرن بقالي فتره، ممكن اثبت لمده دقيقه. وانا عندي مشكله في ظهري، بس ممكن اثبت لمده دقيقه 60 ثانيه بالظبط. طبعا كريم بيضحك، حسيت ان 60 ثانيه كتير عليه. لا يا استاذ كريم، انا كنت بديك اكتر من كده. وانا كنت بفرج عليك ام تاني. حصل على راسي والله حبيب. بس فاحنا ممكن نعمل ال 60 ثانيه دول مش هنحس بيهم، ثلاث مرات بس او ثلاث مجاميع بس. 60 ثانيه ثبات من غير اي ويت، مش ماسكين اي ويت، او الليج بريس. الليج بريس سيفتي برضه، عشان انت بتبقى قاعد حامي ظهرك، مريح ظهرك خالص. وفي نفس الوقت لما تيجي تعمل بوش برجليك ما بتفردش ركبتك قوي، بتبقى سوفت. اوكي، ناخد قاعده كده يا جماعه، اي تمرين سواء في جيم او في بيت، الحاجات دي سيفتي بقى، جيم او بيت او ايا او في الشارع، اي حاجه ما تعملش لوك لمفصل اللي انت شغال عليه. يعني ندي مثال عشان نفهم اكتر. بالظبط، دي حاجه بقى ايه يعني، الوقايه خارج من العلاج. طبعا، فاحنا نلحقها. يعني مثلا انا بشوف ناس في الجيم بتعمل بايسبس، اوكي انا بعمل بايسبس اهو. طيب الناس بتعمل لوك للمفصل، بتفرد قوي. ده فيري دينجرس، ده انت كده بتدمر الغضروف اللي في المفاصل. امال الصح ايه؟ ما الصح بقى يا كريم ان انا وانا بطالع اوكي انزل، يبقى كوع سوفت. أوكي، زي ما انا شغال كده يعني متني سنه قد الاخر. بالظبط، تمام، يعني المفروض ومتني اهو اوكي. يبقى انت كده بعدت اي لود عن مفصل الكوع. ونفس الكلام ده في تمرينات الرجلين بالنسبه للركب والترايسبس. انا بلعب ترايسبس. الناس يا جماعه اللي بتلعب وتفقد قوي ده غلط اهو. لو انت تاخد بالك يا كريم انا واقف ازاي برجلي تحت، برضو متنيه شويه، يبقى انا كده ما عملتش لوك لاي مفصل، سواء التراي باي الركب كمان. يبقى انا كده سيفتي الغضروف، لان انا بوصل لسن ال 50 60 معظم الرجاله يقول لك ايه ده، انا جالي غضروف من ايه؟ ده طبعا حاجه ليها علاقه باللي انت ما بتتمرنش وعندك ثقل في وزنك، فعمل لود على المفاصل. دي النقطه. النقطه الثانيه ان انت بتبقى كنت بتتمرن غلط وبتعمل لوك للمفصل، فابتدى الغضروف اللي بين المفاصل يتاكل. طبعا فبتوصل لمرحله وانت شاب لسه، وصلت لمرحله انت توصل لجالك رباط صليبي، غضروف، مش عارف كوعك حصل له تنس البو، جولف البو، الحاجات دي. فطبعا الحاجات دي كلها بنحاول نقولها كتير، لان احنا بنحاول نزود من الوقايه قبل ما بنزود في الايه، في العلاج، لان الوقايه خارج من العلاج. لا، وبعدين معظم الملاحظات اللي انت بتقولها الحقيقه كلها اخطاء دارجه عند اغلبنا. بالظبط بالظبط، ما انا من طبيعه شغلي بشوف الحاجات دي بعيني. طبعا، فلازم اقول لها يا جماعه الارم، اعمل الارم، اقول لها يا جماعه الحاجات دي ستوب، عشان خاطر الحاجات دي انا من دوري ان انا احافظ انت ما توصلش للمرحله دي. طبعا، بس جميل. النهارده عملنا تشكيله كده كويسه يا كريم للحاجات انت كنت بتشتكي منها انت ولا غيرك. زي الفل. راوند شولدر، الابدومينالز، اللور باك، الرجلين، قلنا الاخطاء الشائعه في المفاصل. ان شاء الله باذن الله هنتخصص بقى في مواضيع شائكه برضو كانت بتقابلنا الفتره اللي فاتت في الجيم، وتمارين معينه ثانيه هتبقى معاك ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله، بس لغايه ما نوصل للمرحله بتاعه الفتره اللي جايه كمل جميلك بقى ما علينا. قول، وبرضو قول لنا بحكم خبراتك ايه الاوضاع اللي بتشوفها دايما غلط ناس بيعملوها في تمرينات معينه، عشان برضو فرصه نصحح المفاهيم دي. حلو. وخصوصا للناس اللي مش هيروحوا جيم وهيعملوها في البيت، فبالتالي مفيش اي انستراكتور او اي حد يوجههم. جميل. في تمارين اللي هي التمارين المركبه، ودي من اخطر التمارين، لو انت عملتها غلط بتدمرك. يعني ايه؟ نقول الموضوع كده سيمبل. يا ريت. التمارين المركبه يا جماعه عشان نعرف بس ايه هي التمارين المركبه، التمارين المركبه اللي هي تستخدم فيها اكتر من مفصل في تمرينه واحده، فبالتالي هتستخدم اكتر من عضله في تمرينه واحده. زي ايه؟ زي ايه؟ اول حاجه تمرين الديد ليفت، او العده الميته، او اللور باك القطنيه. يعني قطنيه
هقول الغلط الاول الناس بتعبوا غلط ازاي واصححه. ماشي. اوكي ماشي. الناس يا جماعه معظم الاحيان في الجيم بتعملها بالطريقه اللي انا بلعبها دي غلط. ازاي؟ ماسك دمبل او بار، اولا فارد رجليه فاجد نازل فارد رجليه وعنده قتب ومتني ظهره ونازل لحد الارض. ده يا جماعه الوضع ده كارثي. ليه؟ اولا انت عملت المفصل بلوك لمفصل الركبه وده غلط كده، دمرت الركبه بتاعتك. دي حاجه. تاني حاجه انت نازل بثقل وضهرك ماله لتحت وضهرك متن. فانت كده وانت طالع في غضروف هيجيلك، يعني وانت طالع بالوزن في غضروف هيجيلك في ظهرك لا قدر الله. حلو. الصح ايه بقى؟ الصح بتاعه ان انا زي ما احنا اتفقنا يا كريم في قاعده كده اتفقنا عليها بتبقى سوفت ني. المره الجايه على فكره خلي بالك هجيبك تشتغل معايا. ماشي؟ فيها سوفت ني. اوكي. بنزل افرد ظهري. ركبتي يا جماعه لو الكاميرا هتجيب ركبتي، ركبتي هي متنيه سنه بسيطه جدا وظهري مفرود وشادد بطني الابدومينالز يعني وشادد القطنيه. انا حابب بس اقف في الوضع ده شويه عشان الناس تركز انا شغال ازاي. واهم حاجه يا جماعه الدمبلين ما يكونوش قدام، لا على الدمبلين على رجلي. ليه؟ لان في قاعده كده كنا بناخدها في الفيزياء زمان يا كريم، بيقول لك ان طول الذراع كل ما بعدت عن الجسم كل ما زاد اللود على الظهر. فانت كده هتعمل لود اكتر على جسمك. طبعا. اوكي. يبقى الظهر مفروض والركب كمان. ظهري مفروض، بطني مشدوده، رجليا متنيه سنه، بص قدامي على الارض طالع. الناس يا جماعه اللي كانت بتعمل ده كده غلط. انا بطلع اقف بس ورجلي ستيل متنيه سنه. اهو نعمل بقى العده الصح كامله. اهو واحد اثنين ثلاثه اربعه. متعه ما بعدها متعه يا كريم انت تعمل التمرين صح. ليه؟ لانك فعلا بتحس بالعضله المستهدفه شغاله معاك. بس في نفس الوقت وجع ما بعد وجع يا اكسلانس في الفقرات القطنيه. احنا قلنا الوجع ده لازم نو بين نو جين. طبعا. ده تمرين من التمارين الشائكه المركبه اللي ممكن لو عملناها صح تودينا في حته كويسه جدا. ولو عملناها غلط هتودينا لا قدر الله في حته احنا مش عايزينها خالص. تعالى بقى عشان نتفق بقى على اللي جاي ان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر باذن الله. عشان احنا عايزين طبعا اكيد واضح جدا لكل الناس اللي تابعوا الجزء اللي فات ده من الحوار يعني الى اي درجه فعلا في شويه تيبس في منتهى الاهميه جداً. للناس اللي مش محترفه. فنعمل ايه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ايه رايك تكون برضو موجود معانا كده بشكل بصفه دوريه وكل مره نقفش عضله بعينها ونشتغل عليها باذن الله. وبرضو نركز دايما في كلامنا كابتن محمود بعد اذنك على الناس اللي ما عندهاش القدره لسبب او لاخر ان هم يروحوا جيمات فيعملوا ايه في البيوت. طيب خلينا نختم مع حضرتك بنصيحه عامه تقولها لكل الفئات العمريه المختلفه رجاله وستات. طبعا النصيحة المهمة دلوقتي اللي احنا في الزمن احنا فيه بسبب الكورونا والأوبئة ربنا يعافينا يا رب ويحمي مصر من كل شر. دلوقتي احنا أهم حاجة عندنا اللي هو الريد لاين بتاعنا يا كريم الصحة، نحافظ على صحتي، الصحة العامة. دلوقتي الموضوع ما بقاش عضلات بس، لا، اللي انت حافظ على صحتك رقم واحد، تعلم مناعتك رقم واحد، وبعد كده بيجي بقى جسمك وشكلك لأن هو ده ما دام انت حافظت على صحتك ومناعتك جسمك هيروح في حتة تانية خالص. فأنا بنصح كل الناس أولا المالتي فيتامين يا جماعة لازم ده مهم جدا في الزمن احنا فيه اللي هو ببساطة كده لازم ادخل جسمي المعادن والاملاح والفايبر والحاجات دي كويسه جدا ومهمه جدا ان انا اعلي بيها المناعه وخصوصا سبيشالي للناس اللي بتلعب جيم. يعني مثلا واحد بيلعب جيم لازم ياخد فيتامين سي وبرده الانسان العادي لازم ياخد فيتامين سي لانه بيعلي المناعه وهو بيحاجب طبعا البكت زي ما انتم عارفين وكويس جدا لتعزيز هرمون التستوستيرون الحر في الدم. فده بالنسبه لي انا كواحد كلاعب جيم محتاجه جدا. دي حاجه. النقطه الثانيه لازم الزنك. الزنك طبعا يا كريم انت عارف من اهم المعادن ان الجسم محتاجها عشان بيعلي المناعه وفي نفس الوقت معظم الاطباء الفتره الاخيره قالوا ده من اهم الفيتامينات اللي بتحارب او بتعزز مناعتك ان ما يجلكش كورونا لا قدر الله. فالزنك مهم جدا. لازم يا جماعه مش اقل من 2 او 3 لتر ميه في اليوم. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء فطبعا شرب الميه بتاعنا بيقل. لا بالظبط. اقول لكم بس معلومه بسيطه ان بالعكس فصل الشتاء اهم من فصل الصيف في شرب الميه. ليه؟ عشان تعادل حراره جسمك بالجو. لا قدر الله احنا داخلين على فصل اللي هو كله حالات البرد والكلام دوت فمش عايزين نخش في اشتباه بينه وبين اي مرض تاني. فاحنا نحافظ على شرب الميه كويس جدا، فيتامين سي، الزنك. ابعد على قد ما اقدر وابعد على اولادي لان احنا عارفين ان احنا في موسم المدارس الجانج فود طبعا بالظبط المقليات طبعًا الهمبرجر طبعًا البطاطس طبعًا. صدقني كريم دي الحاجات دي بتقلل المناعه بل بتدمرها فلازم نحافظ على الاكل الهيلثي. لازم اجاوب على نصيحه برضو ان انا ما احرمش جسمي من الاكل اكتر من ساعتين ثلاثه. يعني ايه؟ لازم كل ثلاث ساعات اكل وجبه
ومش قصدي وجبه يا جماعه تكون وجبه متكامله، لا انا ممكن اكل وجبه سيمبل خالص بس فيها كل العناصر وكل الفيتامينات وكل المعادن اللي انا عايزها، دي هتحميني من تخزين جسمي للدهون الثلاثيه. الناس اللي بتقول يا جماعه لا انت انا ما باكلش الا وجبتين في اليوم وبزيد، انت لازم غصب عنك هتزيد لان جسمك هيخزن دهون. فنصيحتي لهم برضو ان هم كل لازم ساعتين ثلاثه ياخدوا وجبه. سمكه الفاكهه طبعا مهمه جدا، الموز عشان البوتاسيوم، التفاح عشان الحديد، الحاجات دي كلها، الجوافه طبعا عشان فيتامين سي، الكيوي عشان فيتامين سي، الحاجات دي مهمه جدا في فصل الشتاء. على ذكر برضو الفيتامينز والمينرالز والنوع ده من الامور، برضو عشان الحوار ده دار قبل كده كذا مره بيني وبين كابتن محمود فوكس، بس عشان الفايده تعم على كل الناس وخصوصا اللي زي حالتي مش فاهم قوي او مش عارف قوي، فبالتالي بيسيب ودنه لناس ممكن تبقى مش فاهمه وبتنصح. فالواي بروتين، في ناس بتقول ان ما ينفعش تاخد واي بروتين غير لو انت بتروح الجيم تقتل نفسك فيه بالمعنى الحرفي، والا هيترسب في الكبد، ده موروث عند ناس كتير من الغير رياضيين. الى اي درجه الكلام ده مظبوط، وهل هو امن ان هو ناخده سواء بنروح جيم او ما بناخدوش؟ يعني هل ممكن نعامله معامله المكمل الغذائي ولا ده ليه وضع خاص؟ بص انا اقول لحضرتك يعني رايي الشخصي في الموضوع دوت، انا الف به جيم لو انت عايز تبلق عضلات او تعمل جسم كويس، قدامك حاجتين، تتمرن كويس من 4 لـ5 أيام في الاسبوع، ثانيا تاكل كل 3 ساعات وجبه تزود في البروتين، نسبه البروتين، وتزود في نسبه الكربوهيدرات لان دي اللي بتخزن البروتين داخل العضل، تمام، وبتديك طبعا طاقه ممتده المفعول. كريم بيقول لي هنا البروتين، الواي بروتين يا جماعه يعني ما انصحش حد يستخدمه الا بين قوسين بقى، الا الناس اللي مثلا حد بيدخل بطولات، ده لازم يحافظ على شيب معين، لازم يدخل نسبه بروتين اعلى من الانسان الطبيعي، لان احنا عارفين يا كريم الانسان الطبيعي ليه نسبه بروتين، الانسان الرياضي ليه نسبه بروتين، والانسان اللي هو بيخش بطولات زي بيج رامي والناس دي ليهم نسبه بروتين ثالثه خالص. فده لازم يكمل ال نسبه البروتين دي من الاكل بنسبه خارجيه اللي هي الواي بروتين. طيب ده بالنسبه للمحترفين، الناس بقى اللي مش محترفين، لا الناس اللي مش محترفين يا جماعه انا انصحك انت تتمرن كويس وتاخد البروتين بتاعك بعد ما بتحسب نسبته تاخدها من الاكل. انت عندك بسم الله ما شاء الله اكل كتير، عندك اللحمه، عندك الفراخ، عندك السمك، عندك التونه، عندك البيض، عندك الشوفان. واللي مش قادر ياكل الكلام ده كله او ما عندوش شهيه للكلام ده كله يرجع لدكتور، والدكتور ممكن ينصحه ان هو ياخد مكمل غذائي، ومنهم طبعا الواي بروتين، وهو مش 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 غير امن خالص، لا بالعكس ده امن مفيش مشكله بالنسبه له، بيبقى بديل السمك والبيض واللحمه بس بيبقى مكمل. أوكي. مش اساسي، ان في كريم في غلط هنا، الناس بتاخده كحاجه اساسيه وما بتاكلش، يبقى انت كده مش شايف حاجه، ده مكمل ولازم له شرب ميه كتير برضه. اكيد طبعا برضو. اكيد اكيد طبعا زي الفل. احنا مش قادر اقول لك مش بس استمتعنا بوجودك كمان استفدنا، وده الاهم، وده يخليني اكد عليك مره ثانيه وتوعدنا ان شاء الله لازم تكون معانا بصفه دوريه بإذن الله. عشان اكيد اكيد في فايده كبيره جدا من اللي احنا يعني سمعناه وشفناه. نورت الدنيا النهارده كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي فرع الجزيره، وان شاء الله نسعد ونتشرف بوجوده معانا مرات ومرات. هستاذنكم نطلع فاصل ثم عوده لاستكمال بقيه فقراتنا، اتفضلوا.